خلوني أبدأ معاكم بأول رسالة موجودة معانا. بتقول: إحنا 4 بنات، 3 متجوزين، وفضل أختي الصغيرة لسه متجوزتش. ماما متوفية، أختي الصغيرة بيتقدم لها عرسان كتير وكلهم محترمين، وأختي بتبقى موافقة عليهم، والعريس بيقعد ويكلم أبويا ويتصل بيه ما يردش عليه، ولو رد وجم البيت بيعامل العريس وأهله معاملة وحشة جدا، وبيتلكك لهم على أي حاجة عشان يرفضهم. بقالنا سنين على الحال ده، بيرفض العرسان على أسباب تافهة جدا، وبيفضل معلق العرسان معاه شهور طويلة جدا. أختي مرة دخلت في انهيار عصبي وقعدت شهر مش قادرة تمشي على رجليها بسببه، ولما وقفت قدامه عشان تقول إنها مستعدة تتجوز العريس اللي متقدم لها انفعل عليها وكان هيضربها في وسط الناس عشان قالت له: أنا مش مسامحاك. وأنا وأختي وجوزاتنا وعمامي تعبنا من كتر الكلام معاه والخناق معاه ومش بنوصل لأي حل. عمي اقترح علينا إن نكتب الكتاب من وراه ونحطه قدام الأمر الواقع: أختي موافقة عشان تتجوز، هو صعبان عليا، نعمل فيه كده ومش عارفين نعمله إزاي. هل إحنا كده بنعقه؟ ده سؤال هنجاوبه ضمن أسئلة تانية كتير مع فضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. يمكن مشكلة بنسمع عنها بس مش بشكل كبير جدا، يعني مش موجودة في بيوت كتير، إن الأب يبقى مش عايز البنت تتجوز، خصوصا لما يبقى في بنت معينة زي البنت الصغيرة. ربما يكون عشان الأم مش موجودة فهو قلقان إنها تسيبه وتمشي ويبقى لوحده، خايف من الوحدة. ربما هي تكون هي اللي بتخدمه وشايلة كل أموره وكل احتياجاته، فحاسس إنه مش هيلاقي حد يعمل ده. في النهاية أكيد هو تصرف مش صح. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. قال: إذا جاءكم أو إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. بعض الناس بتتعنت في مسألة اختيار الزوج، بتتشدد جدا لدرجة أنه هو ممكن يعني زي ما نقول كده يعطل زواج بنته، وزي ما نقول احنا في أعرافنا كده أقول لك يعني البنت لها موسم. أيوه. بعد سن معين بيبقى خطر بقى، يبقى انت كده ما ينفعش انك انت علشان امر ما، واللي حضرتك لمحتيه ده ملمح مهم جدا، احيانا فعلا نتيجه اعتماد وتعلق الاب ببنت معينه هو مش متخيل البيت يكون فاضي من غيرها، فممكن ده يكون امر نفسي. لذلك احنا لازم حد يقعد معاه يشوف هل الامر نفسي. طيب احنا ما تخافش، ده هتجيلك مثلا كل اسبوع، هتجيلك يا عم كتير ومش عارف، ده وارد. في بعض الابهات بيبقوا مستخسرين بنت معينه في انه لا، مين ده اللي ياخدها؟ طالما هي وقفت وقالت انا عايزه اتزوج وانا رضيت بفلان، لا ينبغي له ان يتاخر، خاصه اذا ما كان هذا الانسان اللي جاي هو إنسان كويس، فيه المواصفات المطلوبة، إنسان مثلا مؤهل، يعرف ربنا وهيراعي ربنا، مؤهل فيها إنه يتزوج، قادر، كل ده ما يخليش أبدا الوالد يأخر جواز بنته، وده مش صح خالص. لذلك أنا شايف لو هو فعلا ثبت عضله لها مرة واثنين وثلاثة، أنا شايف لو العم خدها وعقد هذا امر لا شيء فيه، لو الموضوع بقى يعني الاول يتكلموا معاه بالود بالضبط، بس لازم نعرف هو رد فعله هيبقى ايه. ممكن رد الفعل يبقى قاسي، يعني ممكن معلش يعني نتسبب في جريمه، فلازم هو يقدر، هو اضرب باخيه، هل يقدر يحتويه ويلم ويقول له معلش انا عملت كده عشان مصلحتها، ويطبطب عليه ويفهمه بالراحه، ولا الامر ممكن يحدث فيه قطيعه ويسبب فيه جرائم؟ ده طبعا هم اللي يقدروا يقدروه، ولكن لو العم عمل كده وعارف ان رد فعله هيبقى هادي وهيرضى، خلاص يبقى الجواز صحيح ان شاء الله.